الحياة حبة سلالم، وكل سلمة بخطوة نجاح وخطوة خبرة وخطوة تعليم. حتى السلمة المكسورة من بعيد تفتكر إنها بتأخرك خطوة، لكن في الحقيقة هي بتخليك تنط درجة عشان تعدي أسرع، بس ده لو اتعاملت معاها بهدوء وحكمة. الحياة جميلة لو أنت عايز تشوفها كده، وبرضه حزينة وكئيبة لو أنت عايز تشوفها كده. السر في قلبك وإصرارك ونظرتك ليها. ناس كتير قوي في أماكن بسيطة بس بيفرحوا بأبسط الأشياء، ناس تانية في أماكن عالية بس حاسين إن هم مخنوقين ومتكتفين. والحقيقة إن الموضوع لا في الغنى ولا في الفقر، أنت اللي بتقرر تعيشها إزاي. اتعود تبص على اللي أقل منك عشان تحمد ربنا وتعرف إن اللي عندك مش عند غيرك، وكمان برضو بص على اللي أعلى منك عشان تطور من نفسك. لكن لا تحتكر ده ولا تحسد ده، لأن محدش عارف مين عند ربنا أقرب. اتفائل هتتعدل، ابتسم هتبتسم لك، خدها ببساطة هتعرف تعديها. هي الحياة كده، عاوزة الجامد، وربنا خلقنا وخلق الكون لينا مش علينا. تفائلوا بالخير تجدوه. صباح الفل عليكم مشاهدينا في أولى حلقات برنامج إن أوت. أنا مبسوطة جدا إن أكون معاكم، وهنتكلم في كل حاجة بتخصكم وكل ترند وجديد هنقدمه ليكم في كل المجالات، وأي مشكلة هنقدمها مع بعض ونحلها مع دكاترة ومتخصصين. وكمان هيكون معانا فقرات متنوعة هتحبوها جدا، وهنضحك وهنلعب مع بعض ونعرف كل جديد هيقدموه لينا في إن أوت. من حظي الحلو إن هبدأ معاكم البرنامج في الربيع، أحلى أيام في السنة، كلنا بيكون عندنا طبعا تفاؤل وطاقة إيجابية كبيرة، وبيكون كلها أجازات وبيبقى خفيف على قلوبنا كده. وطبعا أول ما نقول الربيع يعني فرحة شم النسيم اللي بنستناها كل سنة، والسفر طبعا والجو الجميل كلها طقوس مصرية مبهجة وفيها سعادة مش طبيعية. وشم النسيم يعتبر أقدم احتفال شعبي عرفه التاريخ عند القدماء المصريين، وبدأوا الاحتفال به من 2700 قبل الميلاد، وترجع تسميته إلى الكلمة الفرعونية شمو، واللي معناها عند القدماء المصريين إلى بعث الحياة. خلونا نروح لفاصل سريع ونبدأ فقراتنا. ورجعنا بعد الفصل. شم النسيم طبعا يعني الرنجة والفسيخ والبيض الملون، وكلنا طبعا بنحب الأكلات دي وبنستناها من السنة للسنة، لكن هنعرف ناكلها ازاي بطريقة صحية من غير ما تضرنا مع دكتور مروة الجزار. أهلا بك يا دكتور، منورانا. أهلا بك. أهلا بك. ازيك عاملة ايه؟ خلينا كده نبدأ بالتفاؤل. تمام. ايه فوائد الرنجة والفسيخ؟ بصراحة يا الرنجة والفسيخ مظلومة قوي معانا، يعني دايما يعني هي ليها فوائد؟ ليها فوائد كتيرة جدا، وحتى الفسيخ ليه فوائد كتيرة جدا. الفسيخ هو اصلا بيتعمل من سمكه البوري. تمام. سمكه البوري، البوري هي اللي بيعملوا منها الفسيخ وبيبداوا يحفظوها لفتره اسبوعين وكده. اسبوعين ولا اكتر؟ هو المفروض اسبوعين. المفروض اسبوعين. طب في ناس بتعملها اكتر من اسبوعين صح؟ بالظبط، بس ده بيبقى يعني غلط جدا، بيبقى فيها اضرار. بالظبط، لان هو بيخلي موضوع البكتيريا ده يزيد، فهي تمام. بتكون المده الصحيه ليها ان هي تتحفظ اسبوعين. تمام. اسبوعين ده الفسيخ. ده هنتكلم عن الفسيخ ولا بالزبط. الفسيخ والرنجه؟ لا بنتكلم عن الفسيخ. تمام. تمام. طيب ايه الفوائد بتاعه الفسيخ؟ الفسيخ اللي هو سمكه البوري زي ما قلنا بيحتوي على كميه عاليه جدا من الفوسفور، في كميه كالسيوم عاليه جدا، في اوميجا 3، ودي يعني ليها فوائد كتيره قوي لمرضى الضغط، للناس اللي عندها سمنه او عندها كوليسترول عالي او عندها دهون الدم ترايجلسرايد عاليه. كمان في من فوائد الرنجة دي تعتبر من فئة الأسماك الدهنية زي الماكريل والسلمون والسردين، هي بتكون دسمة وفيها فاتس كتير، بس ده بيخلي امتصاص الفيتامينات في جسمنا يكون أحسن. يعني الناس اللي بتاخد مثلا فيتامين دي وعندها نقص في فيتامين دي، لما بياكلوا الرنجة بيكون امتصاص فيتامين دي أحسن في جسمهم. أحسن؟ أحسن في جسمهم، لأن فيتامين دي ده من الفيتامينات اللي هي بنسميها عشان تمتص محتاجة وسط دهني، يعني محتاجين ناخد دهون علشان جسمك يعرف يمتص. طب ما هي مش بتبقى فيها نسبه موالح طبعا، او تبقى حاجه شويه. هنقول بقى دي الاضرار، يعني هنشوف ان احنا ازاي هنتعامل يعني مع الموالح. يعني احنا لو هنشتريها مثلا من مكان نعرف ازاي ان هي كويسه او مش كويسه؟ تمام. طيب بالنسبه للرنجه والفسيخ هما الاثنين ينطبق عليهم الكلام اللي هقوله ده. تمام. اول حاجه بنشوفها
ملمس الجلد نفسه. الملمس الملمس نفسه هي من بره كده بيبقى شكلها لامع شويه، مش حاجه مثلا تحسي ان هي صح يعني فيها لمعه شويه زي بالزبط. زي ما تكون البشره فيها لمعه كده حاجه كده بالظبط، بتكون لمعه قوي، ولما بتيجي تدوسي عليها تضغطي على نفس السمكه، سمكه الفسيخ او الرنجه، بترجع معاكي يعني ما بتكونش ناشفه. طب انا سمعت ان العين برضو بتبقى ليها بالظبط، بتبقى واضحه تمام، لان ما تبقاش مثلا داخله لجوه او عليها زي بقع كده سودة او كانها فاسده او قاعده وقت طويل. بس فده بالنسبه للملمس بتاعها. طبعا لما بنيجي نفتحها بنلاقيها بيضه خالص من جوه، ما بيبقاش فيها برضو من جوه ولا بقع بقى زرقاء ولا بني، في حاجات بتبقى بني يعني لو فيها كدا. بقع بني ساعات ممكن تبقى بالزبط. في زي البني ميدي الاسود شويه بالظبط، ده من علامات ده بيبقى الفساد. ايه ده فساد، ده معناه ان السمكه ان هي نفسها دي بقى لها فتره طويله. بالظبط، السمك ده فاسد، ومش شرط فتره طويله، لا هي حتى لو اتعملت لمده اسبوعين طريقه حفظها كان غلط. طب الطريق لو هنتكلم على طريقه تمام. الحفظ المفروض نحفظها ازاي؟ بالظبط، بالنسبه للفسيخ هي سمكه زي ما قلنا بوري، بيتحط من جواها كميه ملح كبيره جدا، ولازم يتحط كميه ملح كبيره، لان الملح ده فايدته ايه؟ ان هو بيحافظ عليها تمام. لو اتحطت ملح قليل ده مش معناه بقى ان احنا نعمل فسيخ ونحط ملح قليل فانا كده بقى هربت من الملح، لا، لان لو عمل كده هتبقى مالي كلها بكتيريا تمام. وبتتحفظ في زي بوكسات كده بتكون خشب او صناديق خشب ما بيدخل لهاش الهواء، لان اصلا الفسيخ بيستوي ازاي او السمكه البوري دي ازاي بيسموها بتتفسخ ازاي، ان هي في بكتيريا لا هوائيه تمام اسمها البوتيلينيوم، هي البكتيريا دي اللي بتسويها، فهو لازم يكون المكان مش داخله اي قهوه اي هواء سوري فطبعا في بعض الصناديق الخشب بيبقى فيها زي فراغات، فلو دخل لها هواء ده يعني كل ما تكون محكومه كل ما يكون افضل. بالظبط، هي لازم ما يدخلهاش، ما تتعرضش لاي هواء نهائيا، لان هي لو تعرضت لهواء بتتفاعل البكتيريا اللي موجوده فيها دي مع بكتيريا وفطريات تانية، فالسمكه نفسها بتفسد حتى لو كانت اسبوع حتى لو يومين بس. فده طبعا علاماته ان احنا بنلاقي فيها بقع سودة من جوه لما بنيجي نفتحها، وده بيكون خلاص يعني مش. طب انا لو انا اشتريت رنجه مثلا ولما جيت ادوقها حسيت ان هي حادقه شويه او مملحه زياده تمام، طب دي ممكن نقدر نعالجها ولا بلاش منها اصلا؟ هو احنا المفروض من الاول اول ما نشتري الرنجه او الفسيخ يفضل ان احنا ننقعها في ميه دافيه، ولازم يكون في الميه دي خل وليمون. ميه دافيه وخل وليمون بالظبط، طبعا 24 ساعه في الثلاجه، ده في الاول، بعد كده قبل ما ناكلها. قبل ما ناكلها ده في ناس اول ما بتيجي تجيبها خلاص هي اوريدي بتاكل. لا مش هينفع، ده كده بيكون على الاسطح بتاعتها بكتيريا، فمش هينفع، لازم نحطها في الثلاجه او الفريزر 24 ساعه، بعد كده بنطلعها بنحط بننقعها في ميه يكون فيها خل وليمون تمام لمده من 5 ل 10 دقائق، الملوحه بتاعتها بتقل شويه. طب احنا بنسمع ان الرنجه ضررها اقل من الفسيخ، هل الكلام ده صح؟ هو طبعا الكلام ده صح. ليه بقى؟ لان الرنجه بتتسوى على النار، يعني احنا لما بنشتري الرنجه لسه بتتحط في الفرن، او في ناس بتحطها على النار على مباشره بالظبط، فتعرضها للحراره ده بيقتل معظم البكتيريا اللي عليها. مشكله الفسيخ طبعا احنا في مركز السموم في كل مستشفيات كل سنه في شم النسيم، احنا كنا لسه هنتكلم عن الموضوع ده. بالظبط، لازم نقابل كده حالات نازله معويه، نازله معويه كميه غسيل المعده اللي بيحصل، عايزين نتفادى. طب لو احنا حسينا ان احنا نعرف منين ان احنا مثلا لا قدر الله كلنا رنجه او فسيخ وحصل لنا تسمم، ايه الاعراض اللي ممكن تظهر؟ في اعراض ممكن تظهر ان هو اول حاجه كله بصي انا هقول لحضرتك على حاجه، بالنسبه للاعراض هو كده كده هيحصل اعراض، يعني خلينا متفقين. بس انا بس مثلا لو انا يعني لسه الموضوع ممكن يبقى لسه في البدايه، فاهم يعني ممكن بالزبط. ايه العلامات اللي ممكن تظهر في البدايه؟ بنحس في الاول ان في نشفان في الريق تمام، بتحسي بصعوبه في التنفس. هو طبيعي ان النشفان في الريق ده طبيعي بسبب الاملاح، بس هيزيد مع التسمم. هيزيد جدا مع التسمم، وهيحصل صعوبه في التنفس، ان الشخص بينهج ومش قادر ياخد نفسه، ممكن يبقى مش قادر يحرك اطرافه زي شلل. بيحصل بسبب ان البكتيريا دي اللي موجوده في الفسيخ بتفرز نوع سم اسمه البوتوكس تمام، السم ده ممكن يعمل شلل في الجهاز التنفسي مؤقت يخلي الشخص مش عارف ياخد نفسه. فطبعا لو الموضوع زاد لازم يتنقل فورا على اي مركز سموم في المستشفى، لانه بيحتاج ياخد المصل اللي هو بتاع البكتيريا دي اللي اسمه بوتولينيزم، ده بياخد المصل بتاعه، وفي ناس بتحط على جهاز التنفس الصناعي وحاجات كبيره يعني، فاحنا نحاول ان احنا من الاول ما نعرضش نفسنا لده. طب لو حد حامل تمام، لو في واحده حامل ممكن تاكلها عادي ولا
الحامل مش معزومه معانا خالص على لبسي. طب ما هو في لا ناس ممكن ممنوع تماما، ما خطر تعرفش جدا، خطر جدا تبقى جدا، حابه تاكلها، ما خطر ينفعش. جدا. لا احنا ممكن لو انا مثلا، هي في الاخر سمك يعني، خلينا بس اصل متفقين في هي ناس سمك لا، اللي هو ايه، خلاص هي نفسها تمام، راحت لها، خلاص هي ممكن تاكل مش قادره الرنجة تسيطر تمام، ممكن تاكل الرنجة. يعني احنا حتى في وزارة الصحة بنسمح بالرنجة بالرنجه بس. للمرضعات، للفئة الحرجة، المرضعات والاطفال اقل من 12 سنة والحوامل، لكن اللي بترضع والحامل واي طفل فوق ال 12 سنة ممنوع تماما من اكل الفسيخ، لان دي بكتيريا في الاخر بتتنقل للجنين، ممكن تعمل لها تسمم حمل، الملوحة الزيادة ممكن تحبس سوائل في الجسم، ترفع الضغط، ممكن يحصلها لا قدر الله اجهاض. طب لا قدر الله لو حد جاله تمام احتباس ميه يعمل تمام ايه؟ طبعا احنا هنتفادى ده من الاول. نفترض حتى لو احنا بنتكلم، حتى لو هو ما عندوش مشاكل بس هو كل رنجة او فسيخ وحصلت له المشكله دي، تمام، يعمل ايه؟ هيشرب ميه كتير جدا، لازم يعني نأهل نفسنا قبل ما اكل الفسيخ اكون عارفه ان انا لازم اشرب من 2.5 ل 3 لتر ميه في اليوم اللي انا بهاكل فيه الفسيخ. تمام، طيب نقلل من الملح او امتصاص الصوديوم ازاي؟ دلوقتي المشكله في الصوديوم، لازم اكل عناصر تانية فيها مغنيسيوم، يعني انا علشان اقلل امتصاص الصوديوم في جسمي اكل حاجات تانية يكون بتحتوي على عنصر المغنيسيوم. عشان كده احنا دايما بننصح يا جماعة هتشرب مية كتير بعد الفسيخ، ما تاكلش فسيخ الا لو قدامك طبق سلطة كبير جدا، لان الالياف دي بتقلل امتصاص الاملاح في الجسم. تمام، والكمية، ما هو الكمية، انا دلوقتي دخلت صوديوم كتير، وصلت ان انا حصل لي لا قدر الله احتباس سوائل كبير، علالي طب الضغط، احتاج يفضل عشان في مستشفى. ناس بتاكل فيها كتير، تمام عشان انا ما يحصليش اي اضرار، اتفادى تمام الاضرار، تمام يعني ممكن اكل قد ايه؟ ممكن هو المفروض ما زادش عن 200 جرام، 200 وطبعا جرام وطبعا في فئة سواء تانية زي فسيخ مرضى. سواء رنجة، ولا ممكن لا 200 من ده و200 من ده؟ بالنسبة للفسيخ، بالنسبة للفسيخ احنا بنتكلم في 100 جرام، يعني قطعة 100 150 قد ما كف في ناس الايد بتاكل بالظبط. واحدة واثنين لا ده وثلاثة. خطر جدا، ده خطر جدا، ولازم يعني نفهم خطورة الموضوع ممكن يوصل لحد فين. لكن بالنسبة للرنجة هي طبعا أقل ضرر زي ما قلنا من الفسيخ بكتير، وفيها عناصر غذائية مفيدة جدا، الرنجة فيها حديد يعني مفيدة كمان لمرضى الأنيميا، ممكن ناكل منها لحد من 300 ل 450 مش أزيد من كده. تمام. تمام، طب يعني لو أقل من نص هنتكلم على كيلو. مرضى السكر تمام، والضغط، بالنسبة معانا ولا مش معانا؟ مريض الضغط، تمام، أنا اللي هياكل فسيخ ورنجة أنا حابة أقول له حاجة، أنت خطر إنك أنت تسيب الصوديوم يرفع فجأة والضغط يرفع فجأة، فلازم هتاكلها، مش هنقول ان انت مش هتاكلها، هتاكلها، بس هتاخد بالك من الادويه بتاعتك، لازم تاخدها في اليوم ده بانتظام، ما ينفعش انساها، تشرب ميه كويس جدا، تاكل خضار كتير، لازم تاكل فاكهه كتير وفاكهه تحتوي على البوتاسيوم زي الموز، زي الكنتالوب، فاكهه الصيف، كنتالوب، برقوق، الحاجات المجففه زي القراصيا، تمام، والمشمش، الحاجات دي كلها بتحتوي على بوتاسيوم، فبتخلي جسمك ما يمتصش الصوديوم والملح مره واحده، فضغطك يرفع مره واحده. شرب الماء كتير هيفرق معاك. انت طبعا زي ما قلنا جماعه، مريض الضغط المفروض في يومه كله مسموح له بمعلقه صغيره ملح، تمام، فطبعا انا علشان اقول له كل اقل يعني 30 جرام، ده المسموح لمريض الضغط 30 جرام من الفسيخ، هيقول لك انا مش هاكل هيضربوني اصلا خلاص. هيضربوني، فهي قد كده، فانا يعني المفروض اخرنا اقل من ربع كيلو، بالذات مرضى الضغط لازم يخلوا بالهم كويس جدا، ما ناكلهاش كذا يوم ورا بعض، ما ينفعش ياخد حاجات تعمل احتباس في الميه في الجسم، ياكل جنبها مخلل او حاجه، ياكل بصل كتير، البصل مطهر فظيع للبكتيريا والفطريات اللي بتبقى موجوده، فهيحمي نفسه كمان من النزله المعويه او الانتفاخات اللي ممكن تحصل بسبب الفسيخ. طب قول لنا مين الناس اللي مش مسموح خالص ان هم ياكلوا الرنجه والفسيخ؟ مرضى الكلى، مرضى الكلى ممنوع تماما. طيب ايه السبب؟ مش الصوديوم، مش الملوحه، كده كده الاملاح هتضر اي حد سواء كان مريض سواء سكر مريض او او مش ضغط. بالظبط بالظبط، او كمان لو احنا مش عندنا مرض برضه هتاثر. بالظبط اكيد، لكن المشكله عند مريض الكلى ايه؟ هم اصلا الفسيخ ده بيتعمل بره مصر كتير جدا، او فكره ان احنا نحفظ سمك لفتره معينه ونملح السمك دي موجوده في دول كتيره جدا، وموجوده من ايام الفراعنه، عملوا دراسات ان الاسماك نفسها لو جبنا سمكه البوري نسبه البروتين فيها بتكون 40%، تمام، لما بتيجي تتحفظ في مكان بملح نسبه البروتين بتزيد، ممكن توصل ل 80 او 90%، وده غلط على مرضى الكلى، لذلك احنا بنمنع مريض الكلى تماما، ولا 30 جرام ولا 100 جرام، هم ممنوعين تماما من مرضى عندهم الكلى فشل بس ولا في الكلوي. حد تاني؟ لا الفشل الكلوي ممنوع، لكن قلنا الضغط والسكر هياكل بكميه قليله عشان البروتين. ايه السوائل بقى اللي ممكن ناخدها لو اكلنا رنجه وفسيخ؟ هنركز طبعا على السوائل المدره للبول، الكركديه كويس جدا سواء شربناه ساقع او سخن،
ممكن كمان نشرب اليانسون، البقدونس، الكرفس وهو مغلي، النعناع، مفيد جدا. نشرب ميه كتير، هيفرق معانا قوي في ان احنا ننزل السوائل اللي احتبست بسبب الصوديوم. طب هنبعد شويه عن تمام. الفسيخ والرنجه. طب اوكي لو حد عامل دايت تمام، ايه ممكن اللي يعمله عشان يخس؟ ده في شم النسيم ولا عامه؟ في شم النسيم وعامه. تمام، بالنسبه لشم النسيم، انت طبعا النشويات كمان لو هو مريض سكر او مريض سمنه من غير ما يكون عنده السكر، المشكله ان احنا بنحط بطاطس مقليه، بناكل من غير ما نشعر 6-7 ترغيفة عيش واحنا قاعدين، ده غير كمان العيش اللي لسه هتاكله لو انت بتاخد وجبة عشاء او فطار، فلازم تخلي بالك من سعراتك حتى لو انت واخد فري، لان مريض السمنة لازم يخلي باله طب من لو انا نقطة. هاخد فري تمام، المفروض اخده وجبة صح؟ تمام. طب بالظبط. الوجبة دي بقى اقسمها ازاي؟ وقتها ممكن من امتى لامتى عشان يبقى اقل ضررا؟ بتبقى قبل الساعه 6 مساء، بلاش ناخدها بالليل قوي، بلاش اكل وانام على طول، لان الحرق عامه الميتابوليزم عندنا بيقل مع بعد الساعه 6 بالليل. تمام، ما ينفعش اكلها وانام زي ما قلت. بالنسبه للفسيخ والرنجه، ما ينفعش مثلا اشرب بيبسي معاه واقول ده يوم فري، لان البيبسي والمواد الغازيه عامه فيها صوديوم، فيها مواد حافظه وفيها صوديوم، فانت كده بتدخل كميه صوديوم اعلى. تمام، لازم تاكل فاكهه وخضار كتير، تخلي بالك ان الوجبه دي هي وجبه، مفيش حاجه اسمها الفري، فطول اليوم انت عمال تدخل سكريات وحلويات، لان ده ممكن تلاقي نفسك في يوم واحد زدت من 3 ل 5 كيلو مثلا، فتتصدم ازاي يعني هي تبقى وجبه واحده بالظبط بكميات محدوده. بالظبط. تمام كده. بالظبط. تمام، اكلنا خلاص رنجه وفسيخ واتبسطنا. تمام، ادينا كده روجيتا سريعه كده تمام مشاهدينا الباقي اليوم يعملوا ايه؟ تمام، ان اي حد هياكل فسيخ ورنجه زي ما قلنا لازم يخلي باله قوي ان الحاجات دي يا جماعه لازم ننقعها في ميه كويس، ما ناكلهاش على طول علشان زي ما قلنا في البكتيريا. البدايه. بالظبط، لازم ايه نشرب. ممكن نعيد تاني اللي احنا قلناه في البدايه؟ اوكي، انا جبت الرنجه او جبت لا الفسيخ، انا اقصد انقعها بميه تقريبا صح؟ ميه يكون فيها خل وليمون. تمام. تمام، لان ده بتطهر البكتيريا والفطريات اللي موجوده فيها، فبتحمي جهازنا الهضمي. تمام، ما نشربش شاي على طول ورا الفسيخ ورا والرنج، الفسيخ والرنج. لان الشاي ليه بقى؟ بنخاف من الاسيديتي من الحموضه، الشاي بيرفع الحموضه والفسيخ نفسه بيعمل حموضه وانتفاخ وغازات، فبص تلاقيكي جهازك الهضمي متدمر. فلا، لو هنشرب شاي يكون عليه نعناع وبعد ساعتين من وجبه الفسيخ. تمام، تمام؟ نشرب ميه كويس جدا زي ما قلت، لازم خضار، بصل، الورقيات، الخس ممتاز بيحتوي على نسبه سوائل كتيره جدا بتمنع الاحتباس، والجرجير، بقيه اليوم طبعا ينسون، شاي اخضر ممتاز مليان مضادات اكسده هتحمي المعده من الاضرار اللي ممكن تكون موجوده في البكتيريا زي ما قلنا. العشاء يكون خفيف، ممكن نتعشى مثلا كوبايه زبادي، لان الزبادي بيحتوي على بروبيوتيك او البكتيريا النافعه اللي هتخدم جهازنا الهضمي في الوقت ده. للاسف وقتنا خلص. تمام. كان نفسنا تدينا معلومات اكتر، لان تمام. المعلومات انا كشخصيا استفدت منها. ميرسي جدا، نورتيني. لا. خلونا نروح فاصل ونرجع تاني، استنونا. رجعنا لكم تاني مع الفقرة المميزة، وحبينا نحتفل معاكم بعيد شم النسيم بصوت جميل ومميز اشتهر بأغانيه وإحساسه العالي والأغاني اللي مكسرة الدنيا. منورنا المطرب أحمد زكريا. يا اهلا بحضرتك النهارده، بما ان النهارده شم النسيم فحبينا نحتفل كده بيه
ومش هنلاقي ألطف من ان انت تكون معانا النهارده. كل سنه طيبين وكل العالم العربي بخير يا رب في عيد الربيع يا رب. كل سنه وانت طيب. وحضرتك صحه سلام. قول لنا كده بقى في البدايه اكتشفت موهبتك ازاي؟ وفي حد شجعك ولا لا؟ والله موهبه من وانا صغير، يعني حبي للموسيقى زاد مع في المدرسه بقى، انت عارفه طبعا الاطفال بقى وكده. كنت بتحب تلعب انت كان ميولك اكتر لان انت تغني؟ حصه الموسيقى بقى والكورال والحاجات اللطيفه دي بقى واحنا صغيرين وكده يعني. طب مين اللي كان بيشجعك؟ المدرسة بتاعتي في المدرسة، بس طبعا يعني ربنا الله يعني مش عارف يعني يرحمها. عايشة او ما مات مش انت وحضرتك ما تعرفش. الله اعلم، بس يعني ربنا يديها الصحة لو عايشة ولو مات الله يرحمها. كان في حد بيشجعك في البيت ولا كانوا معترضين على الموضوع؟ لان لا بالعكس انت طفلة، الامهات شوية اللي هو لا يعني حاجة مثلا ممكن يعني يشغلك شوية عن الدراسة. لا لا خالص، بالعكس الحمد لله كنت متفوق وانا صغير، وكذا مرة متكرم طفل متفوق يعني وكده الحمد لله. وبرده كان عندي ممارسة الرياضة، الموسيقى، يعني كل حاجة الحمد لله. يعني انت درست من وانت صغير كم استمريت في الموضوع ولا لما كبرت اخدت موسيقى؟ طبعا طبعا كورسات، طبعا سولفيج بقى وفوكاليز، حاجات كتير يعني، ورش كتير جدا يعني. كل ما بحب، لان طبعا يعني سوري قطع كلامك، كل ما بتدي موسيقى بتدي لك يعني، مثلا تتمرن زي مثلا الجيم بالظبط، زي الرياضة، زي اي حاجة شوية بترجع تاني. ده لازم، لان طبعا لو سبت هي هتسيبك بمعنى الكلمة بجد يعني. لان عضلات الحنجره دي موضوع تاني خالص، الناس الموضوع فاكره ان الموضوع سهل، مش سهل خالص على فكره. التون، تظبيط التون مع تظبيط حاجات كتيره، فلازم ممارسه، فبنقاوح معاها بقى. طيب لو حابين نسمع حاجه هتسمعنا ايه؟ البطل ولا تسمعنا ايه؟ ممكن نسمع البطل بما هي الجديده. طب يلا بينا. يلا بينا. طب قول لنا كده، هل انت شايف شركات الانتاج ليها علاقه بان في مطربين كتير اتاخروا؟ طبعا، بس هي الفكره مثلا ممكن يعني كسياسه الشركات نفسها، في ناس بتبقى مثلا باصه الموضوع ان هو تجاري اكتر، في مثلا زحمه انتاج، سوق توقيت مش مناسب، فكل ده بيؤدي لتاخير المطرب عامه. طب انت ممكن تعمل ديو مع مسلم او حمو بيكا؟ والله والله حضرتك على حاجه، هي يعني في تباعد في المزيكا، بس لو في حاجه في المزيكا ولا في حاجات تانية؟ هو في كل حاجه، في الستايل يعني عامه. انا بتكلم طبعا هم نجحوا ليهم احترامهم، هو نوع نزل عجب الناس فليه احترامه، ليهم جمهور يحترم بيسمعهم يحترم، بس هو مش ستايلي. بس لو في حاجه تدمج الاثنين بفكره حلوه الناس تسقف، وتكون فكره الناس هتحترمها، واغنيه محترمه على الودن
اغنيه ان الناس كل تسقف الفئات تسمعها بالظبط وتخش البيوت كده حتى الاطفال الصغيرين تقدر تسمع. أي مشكلة خالص تقدر بالعكس. تسمع ده بالعكس تمام. طب عملت كومنت على خبر مسلم بيهاجم فيه عمرو دياب. مظبوط. ممكن تكلمنا اكتر عن الموضوع؟ ما عجبنيش رده بصراحه اللي هو الكلام اللي هو لا اصل يعني هو عمرو دياب خط احمر في الفن طبعا ده اكيد احنا كلنا بشر طبعا طبعا عشان بس نتكلم بوضوح بس يعني راجل ليه تاريخه ليه احترامه هو الايدول بتاعنا كلنا بتاع اجيال يعني عدي اجيال بجد. انا عرفت ان انت بتحب تقلده. لا مش بقلده. مش بتقلده في الغنى انا بحب ان انت بتحب ان انت تسمعه إن اكتر يعني الحمد لله برضو اجيد ان انا مثلا مش ان انا اقصد ان انت بتقلده في الغنى كغنى. لا هو مفيش حد عارف يقلده. اكيد طبعا. لا ما شاء الله الله اكبر عليه يعني هي بفكره مثلا تجسيد الشخصيه في التمثيل ليس اكتر يعني مثلا تقدر تتقمص شخصيه او تتقمص شخصيه بحكم مثلا اداء تمثيلي والحمد لله والناس والجمهور هو اللي قرر لكن الفكره كلها ان حضرتك انا بتكلم على حته اللي هو ايه نجم كبير ليه رونق كبير جدا ما ينفعش ان احنا نقارن نفسنا بالاساتذه اصلا او نقول مثلا اصلا صوتي اجمد سوري مع احترامي ده الهضبه واجيال دي اجيال طبعا هي ما فيش كلام وعلى مستوى الاجيال هو لسه أستاذ موجود عمر. استاذ عمرو هو يعني انا بتكلم في قيمه فنيه كبيره للوطن العربي طبعا طبعا مش انا بحبه هو عارف ان انا بحبه جدا 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 يعني شخصيا يعني انا بتكلم على اساس الفن والتاريخ اللي يحترم سواء هو او الكينج محمد منير او الاستاذ محمد فؤاد او النجم الكبير ايهاب توفيق كل الاسامي دي عندنا هي مدارس ما ينفعش ان انا طب انت كنت تحب تسمع مين قديم والله كلهم بس انا بس طبعا مين اكتر حد كنت بعشقه هو طبعا الهضبه قبل الهضبة توفيق بصراحه هنتكلم بقى على التسعينات سوري السبعينات لا لا عندي الاسمر طبعا ما فيش كلام يعني كنت اكتر حد بتحب يعني تسمع. احساسه يدرس يعني احساسه يعني سبحان الله بيدخل القلب من غير استئذان طبعا يعني لا مثلا يعني فعلا كنت اتفرج عليه كده من وانا صغير اقول يعني يا ربي هو ايه القوه دي يعني ايه القوه وايه صدق المشاعر اللي فيه كان بيوصل في ثواني يعني احنا لحد دلوقتي لو انت قعدت تسمعه لا ده بجد لا ده بجد يعني اللي هو يعني انا ما بقتش قادر اصدق اللي هو اقول ما شاء الله الله اكبر يعني فعلا موهبه لما يعني بتخش من القلب من غير استئذان ما فيهاش كلام بقى خالص سبحان الله يعني طب خلينا نسمع حاجه ليا طبعا اوكي ممكن نسمع بصبح عليك يلا بينا يلا بينا
صوتك حلو جدا، ميرسي ليك. قولنا بقى، انت عملت اغنية اسمها بنت مؤدبة، وفي اوكي اغنية تانية بنت مش مؤدبة نزلت على السوشيال ميديا، بس مش بتاعتي. مش بتاعتك اوكي بس انت الاغنية بتاعتك ما خدتش حقها، مش انت ما شايف خدتش ايه الخلل هنا؟ الذوق العام، الذوق بعض العام. اللي بيروجوا للاغاني دي او اللي بيسمح لتواجد الاغاني دي، لان لو حضرتك سمعتي اغنيتي من دي من دي هتعرفي احنا بنتكلم في ايه. انا بتكلم على بنت مصريه، يعني هي البنت المؤدبه. تحيه مني لكل بنت مؤدبه المتربيه على الاصول والجدعنه. فيعني في طب حاجات نسمعها، كتير نسمعها بعد كده نقارن بقى الكلام بقى اللي بيحصل يلا بينا، للاسف دلوقتي. يلا بينا. اوكي. الله بجد، الله ميرسي. يخليك. شفتي بقى البنت الفرق. المصرية؟ طيب ميرسي جدا. أهلا. قول لنا، انت ممكن تعمل لايف على التيك توك عشان الفلوس؟ لا، طب انت ايه رأيك في الناس اللي بتعمل كده؟ دي حرة شخصية. اوكي، رأيك احترم. اه طبعا، طب في يعني فنانين كتير ممكن يعملوا عشان يطلعوا ترند، عشان يلفتوا انتباه المنتج، ممكن يعملوا اي ترند، ايه رأيك برضو في الناس دي؟ نو كومنت صراحه. يعني لو يعني اقول لحضرتك طب على قول حاجه، لنا يعني رأيك، اصل ده رأي ورأي هو اخر. رايي، لا هو كل واحد، كل انسان حر طبعا في رايه، لو الاحترام احنا طبعا. لو بنتكلم من وجهة نظر احمد، وجهه نظر احمد، احمد عنده تحفظات شديده قوي، بيحترم نفسه، بيحترم بيته، بيحترم التربيه اللي اترباها. ما ينفعش ان هو مثلا وتفكيره برضو ان هو مثلا عايز يبقى فين، عايز يبقى فين في نظر الناس، عايز يبقى فين في فنه، فما يقدرش ان هو يعمل حاجه أسس مثلا ممكن. معينة اتربيت عليها فانت مظبوط. كبرت وغير كده عليها. حضرتك، يعني ان انا ما ينفعش ان انا مثلا، يعني اقول لحضرتك على حاجه، الفنان لو ما قدمش حاجه يطلع يوريها للناس صح بكل قوه وبكل ثقه ما يطلعش. صح اكيد.
أكيد نصيحة طبعا. يحترم نفسه ما يطلعش. أكيد طبعا. طب أنت بتحب تحضر حفلات لمين؟ طبعا عمرو دياب، محمد منير، تامر حسني، بما أنه صديق يعني ومن زمان جدا يعني، اللي هو حاجة حلوة أن أنت تشوف صاحبك ناجح النجاح الكبير ده بجد. أكيد طبعا. لا والله يعني فاهم، يعني تحسي البهجة اللي هو تعب السنين والشقة اللي شفتوه مع بعض مثلا زمان كجيل كله. يعني ما شاء الله اصلا انا بحضر كل حفلات صحابي مبدئيا يعني، اللي بيعزمني منهم واللي مثلا وانا فاضي مثلا بحب احضر، بستمتع بالحاله. طب مين اكتر حد ان انت بتحب تروح تحضر له حفلات؟ عمرو دياب. عمرو دياب طبعا، مفيش حفله بتعدي طبعا. طب قول لنا انت ليه مش بتحب تعمل البوم كامل؟ ليه بتحب تعمل تنزل اغنيه اغنيه؟ بالعكس انا نزلت مني البوم، بس السوق متطلبات السوق عايزه كده دلوقتي، عايزه مثلا دلوقتي السنجلز. عايزة أغنية طبعًا. سنجل افضل. هي بيقيسوها مثلا ك يعني هي فكره الالبوم كحاله، ده طبعا انا نفسي اعمل كده لو الموضوع يرجع تاني ان احنا ننزل بالبومز، ده حاجه جميله. كان زمان الالبوم لازم ينزل كله ومصر كلها تبقى قاعده مستنياه بالظبط، وكان بيبقى مكان كمان حاله، لو مثلا سي مثلا المود بتاعك ايه، عايز مثلا الالبوم مثلا كله بيتكلم على مثلا رؤيه معينه، فدي كانت حلاوه الالبوم بجد. يعني كان مثلا اختلاف كان ممكن يكون في الشكل الموسيقي، لكن الحاله نفسها في مثلا ممكن نقسمها مثلا ايه، زي مثلا ثلاث اغاني رومانس مثلا، الاغاني الطاقه الايجابيه مثلا زي مثلا المقسوم والفرحه والبهجه والحاجات الحلوه دي، الدراما لو مثلا الناس بتحب الدراما قوي، فمثلا كان الشتاء كان بيبقى اكتر حاجه مناسبه تدي مثلا ثلاث اربع اغاني مثلا في الالبوم بتاعك، كان بتفرق مع الناس قوي، بيبقى مثلا ككاتالوج كله على بعضه. كمان فاهمك. طب احنا ليه لحد دلوقتي يعني مثلا الاعياد زمان كان بيبقى فيه الاغاني الحلوه، ليه دلوقتي مفيش الكلام ده؟ والله طبعا مبدئيا رقم واحد انتاجيا، الناس باصه للمكسب المادي قبل اي حاجه تانية. انا لو اطول ان انا اغني مثلا يعني كل يوم انزل اغنيه ولكل مناسبه، في اغاني كتير نزلت في الاعياد بس مش هتيجي زي لا العلامات دي مش ما فيش غيرها طبعا. اهلا بالعيد طبعا استاذ صوت طبعا بالعيد. نجمتنا الجميله ده يعني ما يبقاش عيد من غير ما نسمعها هي طبعا، ولا قبل كده ليله العيد ده. لا يعني كل اغاني التراث اللي احنا شفناها وسمعناها، لا ده موضوع تاني خالص، تحس ان هي جزء مننا. طب انت شايف ده من يعني هل ممكن نلاقي حد تاني كده، ولا الموضوع حاسه ان هو لكل مجتهد نصيب؟ اي حد يجتهد يقدم فن راقي اكيد هينجح، اكيد اكيد طبعا. لان طبعا انت في الاول وفي الاخر انت بتخش القلب كده، اللي هو يعني مثلا يا دخلت ونجحت يا عديت كده ومحدش قال لك انت فين ولا بتعمل ايه يعني. بس فهو طبعا اختبار قوي، فدايما بيبقى ستريس جدا على الفنان، هو عايز مثلا يجتهد ويشتغل اكتر على نفسه عشان يقدم منتج مثلا الناس في الاخر ينال اعجاب، فدي مش سهله على فكره. طيب في وقت ان انت تعتزل ولا لا؟ لا اعتزل لو انا لقيت نفسي ان انا مش قادر اقدم جديد، اعتذر لو انا مثلا حاسس ان انا ما نجحتش النجاح اللي انا كان نفسي فيه. وفي الاول وفي الاخر هو طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى والناس، ان انا يعني يا رب يبقى عليا كده جمهور كبير كده يحبوني، ان هم يعني اقدر ان انا انجح معاهم. اكيد طبعا. في الاول وفي الاخر مثلا حتى لو كان ليه جمهور، انا بعتبر نفسي كل لحظه انا بادي من الصفر ولا حاجه. طبعا طبعا. في الاول وفي الاخر، لان اللي يفكر ان هو يحس ان هو انا نجحت انا عملت، ده اول طريق الفشل. اكيد طبعا. فيعني هي دي النقطه. طب احنا عايزين نختم حلقتنا وفقرتنا بحاجه عشان شم النسيم تكون فيها بهجه وفرحه. يبقى نقول فرحه. يلا بينا. يلا بينا.